وبعد جولة دولية وسلسلة من المشاركات والعروض في المهرجانات العالمية، وصل اليوم الفيلم السعودي آخر زيارة إلى صالات السينما في السعودية. جولة آخر زيارة بدأت قبل سنة وخمسة أشهر من جمهورية التشيك التي شهدت العرض الأول في مهرجان كارولوفي فاريا السينمائي، حيث حصد الفيلم أصداء نقدية عالية لتستمر رحلة النجاح وحصد الجوائز، ويشارك بعدها في عدة مهرجانات بينها جيفوني الدولي بإيطاليا وعمان السينمائي ومهرجان العين السينمائي، مؤخرا المشاركة والعرض في مهرجان القاهرة السينمائي. الجدير بالذكر أن آخر زيارة من إخراج عبد المحسن الضبعان ومن كتابة المؤلف فهد الأسطى والضبعان وبطولة الفنان أسامة القس وعبد الله الفهاد ونجوم آخرين. يروي الفيلم قصة ناصر الذي يكتشف بأن والده يواجه الموت فيهرع بصحبة ابنه المراهق لزيارة قريته التي غادرها منذ زمن. ليستعرض الفيلم توتر علاقة الأب مع نجله التي تتسم بالاضطراب فتتسع الفجوة بينهما بسبب اختلاف أفكارهما وميولهما. والد مرة تعبان، ليه طلعته من المستشفى؟ ألا تقول لي يا ناصر، وش رايك بدير عزا عجبتك؟ أبوك ما قد قال لك هالسالفة؟ شو اللي صاير؟ ما صار شيء عزيز، كله بخير. بسيط يا عمي. وينضم إلينا من الرياض مخرج فيلم آخر زيارة عبد المحسن الضبعان. مرحبا بك أستاذ عبد المحسن معنا في تفاعلكم. أولا يعني هذا الفيلم تأخر عرضه في دور السينما السعودية بسبب عرضه في عدد من المهرجانات العالمية في أوروبا وفي عدد من الدول، كيف كانت التجربة؟ كيف كانت ردود الأفعال أيضا لها على هذا الفيلم؟ والله الحمد لله الفيلم شارك في عدة مهرجانات دولية. أولا طبعا أرحب فيك أخوي نايف. أهلا وسهلا. وجدا سعيد، اليوم هو عرض الأول للفيلم في الصالات السينمائية السعودية، وهذا كان طموحنا وحلمنا للأمانة. صدق أنه يعني طموح أي مخرج أو ممارس للفن أنه يشارك فيلمه في محافل ومهرجانات دولية شرقا وغربا، ولكن الجهد الأكبر أو الأمل الأكبر هو نحو عرضه هنا في بلده السعودية، والحمد لله تكلل هذا بالنجاح وعرض اليوم. الحمد لله الفيلم طبعا كانت تجربته أو بدينا تجربته عام 2017 من الصديق فهد الأسطى والمنتج محمد الحمود، ونال دعم سخي من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء، وتم إنتاجه في نهايات عام 2019 في نهاية 2018، وعرضه في عام 2019 في مهرجان كارلو فيفاري في المسابقة الرسمية، وهو مهرجان المهرجانات الكبيرة طبعا الدولية المعروفة، ونال جائزة لجنة التحكيم في مهرجان مراكش السينمائي في أواخر عام 2019. وين كان تصوير؟ طبعا الحمد لله شارك في عدة مهرجانات في إيطاليا وفي ألمانيا. وين كان تصوير هالفيلم؟ تصوير الفيلم كان في نهاية 2018. لا أي منطقة في السعودية يعني؟ شهر 9 و10 أصور في منطقة الخرج، وتحديدا في بلدة نعجان، واللي نهديهم هذا الفيلم ونشكرهم على حسن الضيافة والأيام الجميلة اللي صورنا فيها الفيلم. اسم الفيلم آخر زيارة، وطبعا هو اسم لأحد أغاني الفنان محمد عبده، وش قصة هالعنوان؟ هل كان مأخوذ من هذه الأغنية فعلا؟ طبعا أنا والكاتب فهد الأسطى طبعا هذه من أغانينا المفضلة، ولكن لم تكن أبدا يعني ممكن ترسبات في 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 لوعينا، ولكن العمل هو يحكي قصة اجتماعية إنسانية، علاقة بين أب وابنه. لما نصل إلى 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 القرية اللي هي تشكل أحداث الفيلم وصلب الفيلم، نشهد طبيعة العلاقة اللي بينهم، اللي هي علاقة متوترة، وكأنه هذه هي عبارة عن آخر زيارة، لأنهم ذهبوا للقرية لعيادة الجد المريض، فهو كأنها آخر زيارة للأب، الأب في الفيلم اللي لعب دور الممثل أسامة القس، والابن عبد الله الفهاد.
وكأنه هذه آخر زيارة لهما كأب وابن، يعني من ناحية أنه يعني معرفة بعضهم بشكل أكبر، ربما معيشتهم في منطقتهم الخاصة في مدينة الرياض لم تجعل هناك لقاء أو بين الاثنين، ولكن عندما التقوا رغما عنهم في ظرف صعب جدا اعتذار الجد التقوا وشهدنا القصة التي أو العلاقة اللي بينهم. طيب هالقصة كثير أستاذ عبد المحسن قصة محلية، لما تعرض مثل هالأفلام السعودية واللي تعبر عن حتى الثقافة السعودية، تعبر حتى عن المكان والزمان أيضا، قولي كيف كانت تعليقات أيضا النقاد عليها في الأفلام اللي أو المهرجانات اللي أنتوا شاركتوا عليها، الناس اللي تابعت هالأفلام، هل تعتقد أنه في شيء جديد نقلته لها الناس من خلال هالفيلم؟ والله من أكثر الأشياء اللي أسعدتني أنا شخصيا هو الإقبال الجماهير الكبير في كل المهرجانات اللي رحلها الفيلم، كانت القاعات ممتلئة بالكامل. هم يريدون أن يشاهدون فيلم فعلا يعكس واقع كونه فيلم سعودي، يريدون مشاهدة الواقع السعودي، وطبعا الثقافة أو الموروث المحلي، السينما تعتبر أداة فاعلة جدا لنقله بشكل أكبر من أي وسيط آخر. وفيلم شكل طبعا أنا طبعا الحمد لله أنه لقي نجاح أو, 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 أو نوع من الردود الإيجابية من قبل النقاد والجمهور، ولكن اللي أسعدني أكثر هو الجدل اللي نتج عنه عرض الفيلم. وش الجدل هذا اللي تعتقد أنه كان مثار للتساؤلات من الناس؟ يعني مثلا من الأشياء مثلا اللي هو غياب المرأة مثلا من الفيلم وفي الفيلم طبعا، وهو ليس غياب يعني هو ليس تغيب عفوا، طبعا احنا نتكلم عن قصة هي قصة علاقة أبوية شوي، وغياب المرأة طبعا عن هذا الفيلم لم يكن في الفيلم نعم لم يكن متقصدا، يعني لأنه في المجتمعات الأبوية عادة تكون دور المرأة هامشي، ولا نريد أن نتعزز هذه الصورة، لا نريد تعزيز هذه الصورة، بالعكس نريد نطرح سؤال لماذا دورها هامشيا، لماذا لا، وأيضا يمكن غيابها نتج عنه أيضا غياب آخر لمس الجمهور، غياب العاطفة في الفيلم، الصراع الحدي بين الأب وابنه وعدم التفاهم. طيب خلنا نقل هالسؤال إلى كاتب الفيلم فهد الأسطى اللي ينضم إلينا الآن عبر تطبيق زوم. سيد فهد مرحبا بك معنا في تفاعلكم. خلنا نبدأ من السؤال اللي أو المعلومة اللي ذكرها قبل قليل الأستاذ عبد المحسن، واللي هي غياب المرأة في هذا الفيلم، وش السبب؟ وأيضا حتى اليوم أعتقد هو اليوم العرض الأول لهذا الفيلم، واللي أيضا حتى تزامن مع يوم الرجل العالمي، يمكن هذا أنقذكم شوي. نعم ربما تكون مصادفة جيدة، لكن في الحقيقة لا شك أنه سواء تجربنا السابقة في أي عمل فني، لكن استلزمة القصة في الفيلم نوعا ما لم يكن هناك وجود لموضوع المرأة، وبالتالي لا يمكن أن تقحم عنصر في داخل القصة أو في الفيلم من أجل أن يقال أنك أدخلت هذا العنصر، حيثما رأيت أن له وجود في تفعيل الحدث أو في سردية الفيلم نفسها أو في إضافة معنى أنت تهدف إليه من خلال الفيلم، لا شك يجب أن يكون موجودا، لكن القصة كانت محورية في, 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 في عقدة نوعا ما عاطفية ما بين الأب وابنه، وأيضا في حالة غامضة في اختفاء أحد أبناء البلدة، فنوعا ما هذا يشفع بأن المرأة غائبة. أيضا لابد أن نلاحظ أنه مهما قلنا عن مسألة وجود المرأة بشكل عام في المجتمع السعودي، فلا شك أنها وجودها أو تمكينها أو حضورها الكبير حاليا هو شيء جديد وطارئ. ما تعرضتوا لانتقادات في المهرجانات اللي شاركتوا فيها بسبب غياب المرأة سيد فهد؟ للأمانة لم يكن انتقادات، وهذا شيء جيد، مع أنه المجتمع الغربي لا يكاد يعي تماما طبيعة المجتمع السعودي، ومع ذلك كان هناك نوع من الاستفسارات أكثر من كونها انتقادات حقيقة. كان هناك نوع من الاستفسارات، وهذا رأينا أنه شيء إيجابي في هذه. دائما في سؤال هو يكون المفتاح لأي مؤلف في كتابة أي قصة، لو نسألك باختصار وش هالسؤال اللي أثار في كتابة هذه القصة لهذا الفيلم أستاذ فهد؟ غالبا يعني باعتبار انا
الصديق العزيز المخرج عبد المحسن، كثير الحديث حول موضوع الأفلام بشكل عام وتناولها الرائع والجميل، خاصة الأفلام الأوروبية الغربية إجمالا، للموضوع العلاقات المعقدة داخل الأسرة وداخل العائلة أو في المجتمع إجمالا، هو الشيء الذي يصعب نوعا ما كتابته. يعني من السهل أن تأتي بعدة قضايا هي تكون على السطح، ليس هناك تعقيد أو محاولة للإفصاح عن الشخصيات نفسها وصراعاتها فيما بينها. فحببنا أن نخوض هذا الغمار، وأنه لا شك أن كل إنسان يشاهد الفيلم أو يرى الفيلم هو أب أو ابن بالضرورة، وبالتالي ربما يعكس هذا نوع، وهذا ما حدث عند البعض حقيقة. طيب، أخبرونا بأن الفيلم لامسهم بجهة معينة. طيب سيد عبد المحسن، هالفيلم انطلق من المهرجانات العالمية وبعدها أيضا وصل إلى السعودية، وش محطتكم القادمة بعد السعودية؟ والله هي المحطة الأولى والأخيرة، يعني الفيلم عادة الأفلام تكون محطتها الأخيرة في العرض الجماهيري في صالات السينما، تأخذ وقتها في البداية في مشاركات في مهرجانات ومحافل سينمائية دولية، ونطمح إن شاء الله أنه يعرض أيضا بشكل، لا أقصد يعني هل تكون فقط موجودة في السعودية ولا بتروح للأكثر من دولة عربية؟ العرض والله نتمنى، بالعكس احنا معنا شركه موزعه حريصين جدا انه الفيلم يعرض في كثير من أو كل البلدان العربيه، ولكن طبعا تعرف اخوي نايف الان الموضوع كورونا وفي صعوبات شوي في التوزيع، لكن ان شاء الله لما تتذلل هذه الصعوبات راح يعرض باذن الله. هو عرض في مصر على فكره، عروض تجاريه في قبل فتره يعني. طيب سيد فهد، وصلتكم اي ردود افعال عن هالفيلم اليوم، وكيف الناس شافته اليوم ايضا، وش ابرز التعليقات اللي وصلتكم عليه؟ لا حتى الان نحن في البدايه، اليوم اول يوم، يمكن ما راح الا فتره عرضين فقط بالصباح والظهر كذا، فلسه ننتظر يعني ان شاء الله. هو اليوم اول يوم، وايضا ويكند، والناس نوعا ما اتوقع الايام الجايه هي اللي يعني نحظى ببعض الردود يعني. شكرا جزيلا لكم، من الرياض مخرج فيلم آخر زيارة عبد المحسن الضبعان، وعبر زوم من القصيم كاتب الفيلم فهد الأسطى. شكرا لكم، بالتوفيق إن شاء الله، يعطيكم العافية.